السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موقع بلاجاريزما موقع متخصص في فحص الرسالة اللي انت كاتبها وتأكد ان ما فيهاش اه كتيرة اه بمعنى ان انت ممكن تقدم البحث دوت في اي معهد او اي جامعة وهي بتدخله على برامج متخصصة هي بتكون عاملاها فتقول لك لا انت نال كتير جدا من رسالة فالرسالة مرفوضة فانت بدل ما تروح تبعتها وبعد كده تترفض فانت ممكن تعمل انت تاخد الرسالة بتاعتك وتحطها وهو زي ما كاتب كده بيدعم مية وتسعين لغة تمام وبيعمل سيرش في أكتر من محرك بحث منهم جوجل سكولر بحيث يتأكد إذا كان الكلام دوت موجود في مكان تاني ولا لأ أو ممكن لو أنت البحث بتاعك منشور على الموقع بتاعك أو الصفحة بتاعتك تروح عامله تنسخ الرابط وتحطه هنا ويفحصه لو عندك كتاب بترفع الكتاب ويفحص المحتوى دوت ويتأكد من من كميه النسخ اللي فيه انا ونبهك للاماكن اللي فيها الاقتباسات بحيث ان انت ممكن تغير في صيغه الجمله وتديها يعني هو هو في الجامعات اللي بره بيعمل ايه بيقول لك اه اقرا كذا كلمه اقرا كذا فقره وبعد كده انت حط اللي انت فهمته ما تقعدش تاخد كوبي بيست كوبي بيست لا انت صيغ انت العبارات مع ذكر الراجل اللي كاتب مصيبه كبيره لو انت غيرت في الكلام وكتبتش الكلام ده بتاع مين تمام هو بيفحص ورفاية مشاكل بيقولك